أنا لا أعتقد أن السيد ترامب هو أنه خطابه مؤثرا، خاصة أنه العلاقة بينه وبين إسرائيل، وأيضا هناك علاقات مع بورتوريكو، وخاصة أن أعتقد أن القضية الكبرى كاميلا هاريس هي أيضا تحاول أنه تتابع هذا الأمر، وأيضا الاستخفاف بما أيضا فعل خاصة عامة. وهاريس وسياستها لديها أن هناك أمور كثيرة جدا بمتابعة هذا الأمور، وخاصة أنه تجاه الولايات المتحدة وإلى طريقة تعمل ضد العاملون في هذه المستويات المختلفة، لكن أيضا تتابع عملية الرعاية الصحية وما شابه ذلك. لذلك وكأنك هنا تفضل بأن كامالا هاريس أكثر تأثيرا في الناخب الأمريكي، أكثر قوة في استقطابه الآن. هذا ما نحن نرى. ما حدث عبر السنين أنه هناك بعض الأمور التي يجب متابعتها، وهي أنه هذا الحزب والأشخاص الذين يعملون فيه وأيضا دعم للديمقراطيون عندما يرون خاصة الأمور الخاصة برواتبهم وأيضا بالولايات المتحدة، فهذا أيضا ممكن أنه يؤثر على التصويت. لكن هاريس أيضا هي تعني وتتابع الأمور كثيرة أنه شخص خطير جدا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حسب حساباتها تتابع أنه لا أشياء كثيرة لا تحبها في ترامب، الذي هو سوف يكون أسوأ شخص في الولايات المتحدة.